هنا في هذا الشوط. هي بزعة لسالم بن سيف بن علي بن كليب هنا من حققت فوز هذا الشوط وانتزعت المركز الأول بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق 15 ثانية وستة أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني المرافق لفزعة لحظة وصولها، بينما المركز الثاني والتوقيت الزمني 9 دقائق 16 ثانية بالوفاء والتمام. وكانت صبا لسيف بن مبارك بن سيف الكتبي من حققت المركز الثاني. ثالثا كانت بيان لأحمد بن محمد بن قضيب العليلي من حصلت على المركز الثالث وتوقيتها الزمني 9 دقائق 22 ثانية وستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، طبتم وطابت أوقاتكم جميعا بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم بأجمل تحية مسائية من أرضية ميدان الوثبة لسباقات الهجن هنا أرضية الميدان وسادس أشواطنا. أما انطلاقة بعون من الله تعالى وتوفيقه شوطنا السادس والخاص هنا بالحول المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل التي نتابعهن بالانطلاق والتحدي. نتابع من حافة على الصدارة وعلى المركز الأول بشعار محمد بن سلطان بن مرخان لقتبي منطلقة بصدارة هذا الشوط وبالمركز الأول، بينما المركز الثاني تأتينا في هذه اللحظات في مسيرة الانطلاق والأداء المميز والوصول هنا بهذه اللحظات من غبة عبد الله بن محمد بن ذويب العامري. وعلى المركز الثالث تأتينا بغداد محمد بن غانم بن علي بن حمودة الظاهري، وهنا تأتي بيان زايد بن محمد بن قران المنصوري على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هو المنطلق الطايف بانطلاقة سالم بن حمد بن دري الفلاحي من يقدم الطايف بهذا الانطلاق. أرى هنا تسلل آخر في هذه اللحظات من زعفرانة طويرش بن عبد الله بن حلوس العفاري، هناك الوصول أيضا من مشاكل منصور بن سيف بن عفصان لخيالي من يقدمها سابعا. وفي المركز الثامن هنا شعار أبو محمد بهذا الانطلاق والأداء، وصول هنا من شباب القادمة لسيف بن علي بن راشد بن كليب يقدم هذا الانطلاق والأداء على ثامن المراكز. المركز التاسع المركز التاسع الصمود، أرحب أيضا بالصمود هنا وسعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري. وعلى المركز العاشر والقادمة في هذه اللحظات هنا بانطلاقتها وتحدياتها الجميلة والوصول من قبل هنا القادمة جلادة لسعود بن صالح بن حمد القمرة هنا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة لمراكزنا العشرة الأولى، ذعناها على حضاراتكم هنا بهذه الانطلاقات والتحديات المسائية. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول. صدارة هذا الشوط هو منحاف المسيطرة على زمام الأمور بشعار صعب المضمرين محمد بن سلطان بن مرهان لقتبي، بينما المركز الثاني تأتينا غبة عبد الله بن محمد بن ذويب العامري من يقدمها على المركز الثاني. وثالث مراكزنا المركز الثالث بيان زايد بن محمد بن قران المنصوري وبغداد، هنا تأتينا رابعا بشعار محمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري بشعار الاقتصادي قادم هنا بهذه التحديات الوصول على المركز هنا في هذا الانطلاق. خامس مراكزنا والمنطلقة هنا في هذه اللحظات بأدائها الجميل والتحدي المميز هنا زعفرانة طويرش بن عبد الله بن حلوس العفاري من تأتي انطلاقة وتحديات هذا الشوط. هنا الوصول هذه اللحظات على سادس المراكز، المركز السادس مشاكل منصور بن سيف بن عفصان لخيالي، ووصلت هنا وصلت بهذه اللحظات شبابة سيف بن علي
بن كليب الكتبي من يقدم شبابه في هذه اللحظات سابعا وفي المركز الثامن. المركز الثامن تاتي الصمود لسعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري ابو خليفة يقدمها هذه اللحظات على المركز هنا السابع المركز الثامن. المركز الثامن الطايف مع ابو حمد سالم بن حمد بن دري الفلاحي والوصول هنا على تاسع مراكزنا والقادمة هنا ريمة ناصر بن سالم بن علي الهمامي من تنطلق بهذا الانطلاق والأداء المميز. وعلى المركز العاشر هنا القادمة بانطلاقة جلادة لسعود بن صالح بن حمد القمرة من تأتي بهذا الانطلاق وهذا التحدي الجميل. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة مع 2 كيلومترات ما تبقى على نهاية هذا الشوط انطلاقتي وتحدياتي. هنا الصدارة هنا المركز الأول صدارة هذا الشوط والتغييرات التي تطر وتجرو. زعفرانة على المركز الأول طويرش بن عبد الله بن حلوس العفاري ومشاكل لمنصور بسيب العفصان الخيالي بينما المركز الثالث والمنطلقة هنا بيان زايد بن محمد بن قران وبغداد من الجانب الآخر. بغداد تأتي لمحمد بن غانم بن علي بن حمودة وهنا شبابة خامسا هذا الانطلاق السيف بن علي بن كليب اللي اكتبي وهنا تأتينا أيضا من حاف محمد بن سلطان بن مرهان اللي اكتبي. الله التحديات جميلة انطلاقة هذا الشوط هنا من الجانب الآخر هنا كغبة عبد الله بن محمد بن ذويب العامري القادمة هنا بهذه اللحظات وهذه التحديات الجميلة. الوصول من قبل ريمة ناصر بن سالم بن علي الهمامي القادمة في هذه اللحظات. هناك على المركز التاسع والمنطلق الصمود سعاد فري بن علي بن حمودة الظاهري والكيلومتر الأخير نقترب منه في هذه اللحظات. هو الكيلومتر الاخير وشعار بن دري مع الطويف القادم عاشرا. اذا هذه هي الاسماء وهنا الصدارة شبابة فتنطلق على المقدمة على المركز الاول وصدارة هذا الشوط شبابة وبيان ثانيا بينما ثالثا زعفران. الله التحدي الاخير ولكن شبابة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. تبقي أهالي المدام للمرة الثانية في هذا المساء. هنا ها هي تشاهدونها شبابة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. السيف بن علي بن كليب الاجتبي والقادمة ريمة مع الهمامي ناصر بن سالم بن علي الهمامي قادمة بهذه اللحظات تتسلل إلى المركز الثاني. الله هناك شبابة وهنا ريمة هنا باللحظات الأخيرة شبابة وريمة وشبابة السلام التحدي الأخير ولكن الصدارة هنا والمقدمة مع شبابة ريمة تحاول شبابة وريمة اللحظات الأخيرة السلام هنا في الانطلاق الأخير ولكن ريمة تتسلل من الجانب الآخر في إنجازاتها وسجلها المميز. سلام نجران سلام لناصر بن سالم بن علي الهمامي المركز الثاني. هنا تأتي شباب السيف بن علي بن كليب المركز الثالث زعفرانة طويرش بن عبد الله بن حلوس. أما المركز الرابع فصلت بيان لزايد بن محمد بن قران المنصوري وهناك قصايد لمانع هنا بن وصلت أو عفوا من أتت على المركز الخامس. مشاهدينا الكرام بهذا الانطلاق والتحدي المركز الخامس ياسد نعامر حوالي مانع بن علي بن حماد الشامسي من وصلت بهذا الانطلاق والتحدي الجميل هنا وتحدياتها. نعود مشاهدينا الكرام الى انطلاقة ريمة من اعلنت الفوز واعلنت ناموس بانطلاقة وتحديات هذا الشوط. هنا سلام لنجران سلام على هذا الاداء المميز الجميل لريمة وانطلاقتها. تهانينا لناصر بن سالم بن علي الهمامي من اعلنت الفوز وناموس مع شوطنا السادس والمهجنات الاصائل بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق.
20 ثانية وثلاثة من الأجزاء من الثانية، بينما شبابة من حلت على المركز الثاني بشعار سيف بن علي بن كليب الكتبي قاطعت المسافة في 9 دقائق 20 ثانية أو 21 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. ثالث مراكزنا كانت الانطلاقات والتحديات هنا أيضا بين الزعفرانة، بين وصلت من الجانب الآخر، نعم زعفرانة لطويرش بن عبد الله بن حلوس العفاري بتوقيت زمني مقداره هنا 9 دقائق 21 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. أيها الحفل الكريم متابعين.